السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم، أهلا بك نهى. أهلا بك منى، والبداية بأبرز العناوين. مع وصول المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب، مصادر إسرائيلية ترجح تراجع فرص التسوية على الجبهة الشمالية. أمام مجلس الأمن المنسقة الإنسانية تتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة. وفي تعليقه على محاولة اغتيال ترامب الثانية، بايدن يؤكد أن جهاز الخدمة السرية بحاجة إلى مزيد من الدعم. والآن مع تطورات الأوضاع في لبنان. اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مع المبعوث الأمريكي أمس هوكستين في محاولة أخيرة لمنع التصعيد المحتمل على الجبهة الشمالية. يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن فرص التوصل إلى تسوية في لبنان دون وقف إطلاق النار في غزة ضئيلة للغاية. في غضون ذلك أكد جالانت أنه لا يوجد احتمال للتوصل الاتفاق مع حزب الله، وأن هناك احتمالا واحدا فقط يتعلق بضرب حزب الله. وعلى صعيد متصل، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية نية بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مكتب نتنياهو أن التقارير المتعلقة بشأن ضم جدعون ساعر للحكومة غير صحيحة. وكان إعلام إسرائيلي قد أشار في وقت سابق نقلا عن مصادر مقربة أن نتنياهو هدد بإقالة وزير الدفاع جالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية في لبنان. ومن العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا السيد أكرم سريوي، الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي. أهلا بك معنا سيد أكرم. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي يجتمع مع المبعوث الأمريكي في محاولة أخيرة لمنع التصعيد في شمال لبنان. إلى أي مدى أنت تتفق مع هذه المحاولة وجدية هذه المحاولة في الوقت الذي يعني ترجح فيه المصادر الإسرائيلية بأنه هناك تراجع لفرص التسوية في هذا الشأن؟ نعم، كما تفضلت، يعني هي محاولة لكنها محاولة جدية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها التورط في حرب الآن، ولا تريد الحرب الشاملة. وهي نصحت يعني الإسرائيليين على لسان أكثر من مسؤول، أولا على لسان يعني رئيس المنطقة الوسطى الجنرال الأمريكي مايكل كوريلا الذي زار جبهة الشمال، وثانيا على لسان كيربي وغيره من المسؤولين. هم يقولون بشكل واضح للإسرائيلي أن نعم هم يعلمون ولا يعني يشكون في قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يتجنب
الأضرار الكبيرة التي ستلحق به جراء الحرب إذا ما فتحت الحرب الشاملة. إذا ما فتحت الحرب القوات الإسرائيلية لا تستطيع أن تتجنب العواقب التي قد تكون وخيمة بالنسبة للداخل الإسرائيلي، لكن إذا يعني هذه معلومات، لماذا المصادر الإسرائيلية تقول وتتكهن بأن الفرص ضئيلة بحسب ما جاء فيها؟ يعني لأنه هناك موقف حازم من قبل حزب الله بأنه لا مجال للنقاش حول أي وقف لإطلاق النار أو صفقة على جبهة جنوب لبنان قبل وقف العدوان على غزة، وبالتالي الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق الضغط لوقف هذه الجبهة. لكن يعني ما يريده الجانب السياسي المتطرف، يعني بنيامين نتنياهو مع سموتريش مع بن غفير، هؤلاء يعني يريدون بشكل جدي وبشكل قوي جدا الذهاب إلى توجيه ضربة كبيرة للبنان. لكن الجانب الآخر جالنت، ونحن سمعنا وحضرتك يعني هلا تحدثتم في التقرير عن تهديدات نتنياهو لجالنت بالإقالة، لأن جالنت رجل عسكري، جالنت يعلم حقيقة ما يوجد في الميدان، جالنت يعلم أن لا قدرة للجيش الإسرائيلي الآن على خوض حرب برية على لبنان، وأن الحرب وتصعيد الحرب بواسطة الطيران فقط لن يحقق الأهداف المرجوة، على العكس هو سيستدرج ردا قاسيا وقويا من حزب الله على كل المستوطنات الشمال، على تل أبيب، على أهداف حيوية داخل إسرائيل. وبالتالي كما قال الأمريكي في نهاية هذه يعني الجولة، ستكون إسرائيل مجبرة على الذهاب إلى المناقشة الحلول الدبلوماسية نفسها التي تتم مناقشتها الآن. إذا ما الفائدة وما يعني النتيجة المرجوة من المغامرة بهذا الشكل الذي لن يحقق أي أهداف إيجابية لإسرائيل؟ الهدف الوحيد الذي يمكن أن تحققه الحرب على لبنان هو أن يستطيع نتنياهو أن يلفت أنظار المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي نحو جبهة لبنان، يعني يخفي ما يقوم به من جرائم ومن مجازر في غزة، وليغطي على الإخفاقات التي مني بها الجيش الإسرائيلي في غزة خلال عام كامل، بحيث أنه لم يحقق أي من الأهداف. هو لم يحقق أي من الأهداف سيد أكرم. لكن على ذكر غزة، يعني هي الجبهة الشمالية في لبنان كان في أساسها هي الجبهة في غزة، ما هو تأثير هذا على الجبهة في غزة؟ يعني أعتقد عندما يتحدث الجيش الإسرائيلي عن أنه يحتاج إلى كتيبة أو كتيبتين أو ثلاث كتائب لنقلهم إلى غزة، ثم عندما يتحدث في الآونة الأخيرة أنه نقل مركز ثقل القوات من غزة إلى جنوب لبنان، هذا يعني أن هذه الجبهة خففت كثيرا عن غزة. أولا النقطة الأهم من الموضوع العسكري، النقطة المهمة هي أن نتنياهو منذ بداية هذه الحرب أراد أن يصور أنها معركته مع حماس، وأن لا علاقة للفلسطينيين بها، وأن لا يعني هو دائما في كل خطاباته وفي كل إطلالاته يحاول أن ينفي وجود القضية الفلسطينية من أساسها، ولا يعترف بوجود قضية فلسطينية ولا بوجود شعب فلسطيني، وهو يحاول تصوير الفلسطينيين كمجموعة إرهابيين مخربين يحاولون أن يعتدوا على إسرائيل، وأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها. هذه هي السردية الإسرائيلية التي يحاول الترويج لها ويروجها له أيضا الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي. لكن الحقيقة يعني عندما فتحت جبهات الإسناد أكدت أن المعركة ليست معركة حماس، أن المعركة هي معركة قضية أساسية، كما جاء على لسان وزير الخارجية المصري عندما زار بيروت قال فلسطين هي قضية العرب الأساس، ولا سلام في فلسطين ولا سلام لإسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية. أعتقد هذا هو الإنجاز المهم الذي يعني كان نتيجة فتح جبهات الإسناد خاصة جبهة لبنان. نعم، بشكرك شكر جزيل، كنت معي من العاصمة اللبنانية بيروت السيد أكرم السريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي، شكرا جزيلا لك.
أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولة جنوبي لبنان. ومن جانبها أكدت الصحة اللبنانية مقتل الشخص وإصابة 4 آخرين جراء الغارة التي شنها جيش الاحتلال على بلدة حولة. أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم جوي بالطائرات المسيرة على تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة. كما أكد حزب الله استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبة ومحيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة. هذا وأفاد مراسلنا باختراق طيران الاحتلال جدار الصوت في أجواء الجنوب اللبناني. بعد فشله الواضح في تحقيق أي من أهداف الحرب على قطاع غزة وظهور الخلافات مع وزير الدفاع بشأن الجبهة الشمالية، يواجه بنيامين نتنياهو موجة كبيرة من الانتقادات. كما يواجه نتنياهو ضغوطا كبيرة في الداخل الإسرائيلي بسبب عدم الشعور بالأمن جراء إصراره على التصعيد في مختلف الجبهات. من جديد تثار التساؤلات حول قدرة رئيس وزراء حكومة الحرب بنيامين نتنياهو على توفير الأمن للإسرائيليين بعدما روج لنفسه دائما على أنه جدير بذلك الأمر. تساؤلات تثيرها الأوضاع غير المسبوقة التي يعيشها الإسرائيليون وحالة القلق والترقب في الداخل الإسرائيلي واشتعال كل الجبهات نتيجة السياسات الخاطئة والإخفاقات المتتالية لحكومة بنيامين نتنياهو. فبنظرة سريعة على الأوضاع يتضح مدى الفشل الذريع لجيش الاحتلال في قطاع غزة بعد أكثر من 11 شهراً من الحرب التي لم يحقق نتنياهو أي من أهدافها، سواء تحرير المحتجزين أو القضاء على الفصائل الفلسطينية. وفي الشمال يتزايد التصعيد على الحدود اللبنانية إلى حد قد ينذر بفتح جبهة جديدة على غرار قطاع غزة، بالإضافة إلى دخول الحوثيين في اليمن معادلة الصراع ووصول صواريخهم إلى تل أبيب، وغير بعيد من ذلك الترقب الحثيث لهجوم إيراني محتمل. وفي الداخل الإسرائيلي خلافات باتت علنية بين أعضاء الحكومة وتجاذبات بين رئيس الوزراء ومعارضيه وضغوط هائلة من قبل أهالي المحتجزين وثقة مفقودة لدى عموم الإسرائيليين، خاصة سكان المستوطنات الشمالية الذين أجبروا على النزوح جراء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب عمليات القصف المتوالية بين حزب الله وجيش الاحتلال. وفي خضم ما يواجهه نتنياهو من انتقادات ومشاكل داخلية وخارجية، يلوح رئيس الوزراء بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية بلبنان، في الوقت الذي يلمح فيه قائد لواء الشمال بشن عملية عسكرية موسعة ضد حزب الله واحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني، ما يعيد للأذهان حرب 2006. إلا أن الظرف الإقليمي مختلف وقدرات حزب الله لم تعد كتلك التي كان يمتلكها قبل نحو 2 عقدين من الزمان. والبداية بتطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، يئسنا. اتهمت ملاصقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ جيش الاحتلال بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة. وأكدت كاخ في إفادة أمام مجلس الأمن أن الأطفال والمدنيين بالقطاع في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
العمليات الإنسانية الفعالة بحاجة إلى جودة سليمة وكميات سليمة وطائفة واسعة من السلع لتلبية الاحتياجات اليومية للمدنيين في غزة، وهذا الهدف لم يتحقق حتى الآن. ومع استمرار الأعمال العدائية وانهيار النظام والقانون ونهب الإمدادات، الأمم المتحدة غير قادرة على توزيع المساعدات، وكذلك فإن ظروف العمل بها تأخر وانعدام أمن وبنية لوجستية ضعيفة وفقيرة جدا، وهذا مستمر ويضر بعمليات الإغاثة على الرغم من الموافقة على شحنات وهواتف بتعمل بالسواتل وغير ذلك من المعدات، والبعثة تواصل اتصالها من أجل معالجة هذه المشاكل، وأي تأخر سيؤدي إلى فقد في الأرواح. صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأنه بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وفي مؤتمر صحفي بموسكو أكد عبد العاطي خطورة السياسات العدوانية الإسرائيلية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. ناقشت مع صديقي الوزير لافروف تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب والعدوان الجائر المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وعرضت للجهود المصرية الدؤوبة والمستمرة مع أشقائنا في قطر ومع الولايات المتحدة للعمل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن حقن دماء الشعب الفلسطيني الأعزل. وبالتأكيد ركزت على خطورة السياسات العدوانية الإسرائيلية التي تمارسها في الوقت الراهن، سواء التصعيد والحرب في قطاع غزة أو التصعيد الخطير للغاية في الضفة الغربية، فضلا عن الممارسات غير المقبولة في القدس الشرقية. كل هذا بطبيعة الحال يؤدي إلى مزيد من التوتر ومزيد من التصعيد، والذي نخشى من تبعاته أن يقود المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية. وخلال رده على أسئلة للصحفيين أشار وزير الخارجية المصري إلى أن الأطراف كانت قريبة من التوصل إلى صفقة للتبادل. وأضاف عبد العاطي أن غياب الإرادة السياسية ووضع العراقيل من جانب طرف ما حالت دون تنفيذها. مصر ستستمر في جهودها رغم كل العقبات التي يضعها طرف بنفسه في عرقلة التوصل إلى هذه الصفقة. لن نتوقف عن جهودنا المخلصة والدؤوبة للعمل على سرعة وقف إطلاق النار، لأن هذا أمر لا يمكن تركه لإرادة طرف بعينه أو إرادة فردية لطرف بعينه، هذا لا يمكن القبول به. كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا. أدان كذلك عبد العاطي سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. توافقت الرؤى بيني وبين الوزير لافروف حول أهمية أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط وحمل إسرائيل على التجاوب مع تلك المساعي المخلصة الرامية إلى إنهاء الأزمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، اتصالا بوقف إطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والصحية والطبية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بما في ذلك بطبيعة الحال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن ممر فيلادلفيا، حتى نتمكن من تشغيل هذا المعبر الحيوي للدفع به في إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. ونحن ندين بطبيعة الحال سياسة التجويع التي يتم ممارستها كسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تتفق مع مصر على ضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وثمن لافروف الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. نحن نشارك أصدقائنا المصريين الموقف من أنه علينا العمل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان القطاع. وفي نفس الوقت أشارنا إلى أهمية مواصلة العمل الجماعي بدون التوقف من أجل تهيئة الظروف للعملية السياسية والتسوية بناء على حل الدولتين الذي تقتضي به القرارات الأممية المعنية، وبمقتضاها فلسطين وإسرائيل عليهما التعايش في سلم وأمان. وردا على سؤال للقاهرة الإخبارية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ترحب بكل الجهود لوقف إطلاق النار وإنهاء سفك الدماء في قطاع غزة. كما أشار لافروف إلى أن روسيا تعمل مع مصر في هذا الشأن، مضيفا أن الولايات المتحدة ترفض تمرير قرارات وقف إطلاق النار. نحن في كلمتين الافتتاحيتين أشرنا إلى الخطوات التي نتخذها في مصر جانبا إلى جانب مع الدول الأخرى تعمل على بلورة الوصايا لحماس وإسرائيل، ونحن نرحب بجميع الخطوات من شأنها وقف سفك الدماء في أسرع وقت ممكن وضمان الأعمال القتالية بشكل مستدام، ونحن نؤيد ذلك بما في ذلك في مجلس الأمن، نعمل جنبا إلى جانب مع أصدقائنا المصريين. والمشكلة تتلخص في أنه الأمريكان لا يريدون تمرير القرارات الجدية التي حقا تقصد ما يريده كل منا، وقف إطلاق النار. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إسرائيل تقوض أي أفق للسلام الشامل في المستقبل وتسهم في تقويض الهيكل المستقر للسلام بالمنطقة. وأضاف خلال لقاء المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أن تسامح الغرب مع استمرار الحرب الإسرائيلية عاما كاملا سيكون له ثمن باهظ على الاستقرار الإقليمي. وتناول اللقاء مخاطر استمرار الحرب على قطاع غزة على الاستقرار الإقليمي. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة. وأعلنت الصحة الفلسطينية أن تلك المجازر راح ضحيتها 20 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى إصابة 76 آخرين. يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41,226 شهيدة منذ أكتوبر الماضي، كما بلغ إجمالي عدد المصابين حتى الآن 95,413 فلسطينية. هذا واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي جنوب شرق مدينة غزة استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا بحي الزيتون، كما أشار الدفاع المدني إلى سقوط شهيدين وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح الفلسطينية. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 7 أشخاص جراء اعتداء المستوطنين على عدد من الطلبة من مدرسة بالقرب من أريحة بالضفة الغربية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا مدرسة في منطقة المعرجات شمال غربي أريحة واعتدوا على الطلبة والمعلمين.
اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغرب على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. كشف الحوثيون عن نجاح دفاعاتهم الجوية في إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 بأجواء محافظة دمار اليمنية، وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الطائرة كانت تنفذ مهام عدائية وقد تم إسقاطها بالصاروخ أرض جو محلي الصنع، لافتا إلى أن الطائرة تعد الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، وأكد أن تلك العمليات لن تتوقف إلا مع وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إرسال طهران صواريخ فرط صوتية إلى الحوثيين، وقال في مؤتمر صحفي إن إيران تنسق مع من وصفهم بالأصدقاء في المنطقة لمواجهة إسرائيل. أكد أن طهران لن تتخلى مطلقا عن برنامجها الصاروخي لحاجاتها لوسيلة ردع تحمي أمنها. من القاهرة الإخبارية نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بوتين يصدر مرسوما رئاسيا بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي. أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى في نشرة السادسة، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده هو مسؤولية تضامنية وتكاملية وتحتاج إلى تضافر جهود كافة المؤسسات. وخلال كلمته في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أكد الرئيس المصري ضرورة العمل لبناء إنسان قوي يبني وطنه في مختلف المجالات. لا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده مسؤولية تضامنية وتكاملية تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية ومن قبل كل ذلك الأسرة، لنبني معا إنسانا قويا واعيا رشيدا يبني وطنه في مختلف المجالات ليكون قدوة ونموذجا حسنا لتعليم دينه، إنسانا صاحب شخصية قوية سوية قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وبناء التقدم والحضارة والعمران. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد كذلك الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود في مجالات بناء الإنسان وترسيخ القيم ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة. وأضاف السيسي أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير كل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك الجهود. أؤكد أننا في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الدينية في مجالات بناء الإنسان وترسيخ القيم ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة. كما أؤكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير كل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك الجهود. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد المرافق له في الرياض. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاق التعاون المشترك
وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما رحب ولي العهد السعودي برئيس الوزراء المصري خلال زيارته الحالية للمملكة، ونقل رئيس الوزراء المصري تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي. قام وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض بوضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي. وقال الوزير اللبناني إن وضع حجر الأساس للمستشفى هو من أجل مستقبل أكثر إشراقة للقطاع الصحي في لبنان. هذا المستشفى الذي كان شاهدا على واحدة من أصعب المحطات في تاريخنا المعاصر، وهي فاجعة انفجار مرفأ بيروت، ها هو يعود اليوم ليكون رمزاً للتجدد والصمود، ويمضي قدماً في مسيرة التطور والنمو والحداثة. إن مشروع المبنى الجديد لمستشفى الكارنتينا لا يمثل إعادة بناء مرفق صحي فحسب، بل هو شهادة على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والمثابرة والإصرار. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جهاز الخدمة السرية بحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز صفوفه. وطالب في تعليقه على المحاولة الثانية لاغتيال مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الكونغرس بالعمل على دعم الجهاز. أعتقد أن ترامب بخير، وقد حصلنا على تقرير كامل حتى الآن، والشيء الوحيد الذي أريد توضيحه هو أن جهاز الخدمة السرية يحتاج المزيد من الدعم، ويجب على الكونغرس أن يستجيب لاحتياجاته، وهذا هو ما سنتحدث عنه. قد يكون في حاجة إلى المزيد من الموظفين. ظواهر جديدة تشهدها انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال ثانية في أقل من 3 أشهر. الحادثة الأخيرة طرحت العديد من التساؤلات حول ما ستشهده الأيام المقبلة في ظل حالة الاستقطاب وحدة الدعاية والاتهامات المتبادلة بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. مشهد انتخابي مثير للجدل ومفارقات ومفاجآت تسيطر على السباق إلى البيت الأبيض 2024. فبعد نحو 64 يوماً من نجاة المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال في بنسلفانيا، رصدت الخدمة السرية الأمريكية فوهة بندقية بارزة من سياج وضعها شخص بجوار ملعب للغولف في فلوريدا، حيث كان ترامب يقضي جولة هناك. محاولة اغتيال ترامب تطرح تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على مسار الانتخابات الرئاسية، وإذا ما كانت ستدفع في اتجاه التأجيج أو التخفيف من حدة الخطاب والاستقطاب المسيطر على لهجات المرشحين. خطر العنف السياسي الأمريكي يتفاقم كذلك في فترة تشهد فيها الولايات المتحدة أزمة كبيرة جراء الإقبال الكبير على شراء الأسلحة النارية وارتفاع حوادث إطلاق النار العشوائية. ففي محاولة اغتيال ترامب الأولى استخدم مطلق النار بندقية قنص من طراز AR-15، والبندقية الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة والأكثر استخداماً في حوادث إطلاق النار الجماعية. وفي المرة الثانية اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في حقيبتي ظهر سلاحاً نارياً من طراز AK-47 مع كاميرا جو برو، ما يشير إلى خطة لقتل ترامب في ملعب الجولف الخاص به وتصويره ليشاهده العالم كله. صحيفة الجارديان البريطانية اعتبرت في مقال تحليلي أن الخطر وعدم الاستقرار أصبح سمة في الحياة السياسية الأمريكية، وقبل أعوام قليلة حشد من أنصار ترامب الغاضبين يقتحمون مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وهجوم مطرقة على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في منزلهما، وها هو مرشح رئاسي يتعرض لمحاولتي اغتيال.
السؤال الأبرز، هل يمكن لتلك الحوادث أن تؤثر على نتيجة الانتخابات الأمريكية؟ وهل تكون سلاح دعاية لصالح ترامب؟ يقول مراقبون إن فريق حملة دونالد ترامب يدرك الفرصة السياسية التي يقدمها هذا الحادث، خاصة مع تقارب استطلاعات الرأي بينه وبين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. بينما اعتبرت شبكة CNN الأمريكية أن وقوع مثل هذه الحوادث تكشف التيار الخفي للعنف السياسي، مع تنامي مخاوف من أن الفترة العاصفة التي تسبق يوم الانتخابات قد تأخذ البلاد إلى طريق مظلم. استقطاب ومحاولات مستميتة لحشد التأييد لكل مرشح يتخللها عنف خطابي وكذلك عنف بالسلاح، وسط مخاوف من أن يواجه العاملون في مراكز الاقتراع في نوفمبر المقبل مستويات مرتفعة من العنف والترهيب. وينضم إلينا من واشنطن دان ريني الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. بداية، يعني في رأيك ما هي التداعيات المحتملة على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد محاولات الاغتيال هذه؟ شكرا أولا لكم على هذه الاستضافة. بالطبع يوجد العديد من الأسئلة التي تطرح وتحتاج إلى إجابة حول كيفية قد أصبح هذا المشتبه به قريب جدا من الرئيس ترامب، وكيف أجريت هذه هذا الاغتيال الثاني، في الخدمة السرية قد أثبتت وجود العديد من النقاط الضعف في بنسلفانيا، كيف يمكن أن يتكرر هذا مرة أخرى؟ بالطبع هذا يعد مشكلة كبيرة، وهذا يؤكد على الاحتياج البالغ لمزيد من الحماية لزعماء بلدنا. طيب سيد دان، يعني كيف قرأت تصريح جو بايدن بأن جهاز الخدمة السرية في حاجة لمزيد من الدعم، يعني رغم مثلا قدرته على الإمساك بمنفذ هذه المحاولة فور فعلها؟ إن الرئيس بايدن بالطبع محقا تماما، يوجد احتياج بالغ لحماية زعماء وقادة هذه البلاد والمرشحين الذين يحاولون الفوز بالانتخابات. يوجد صفر من الأعذار لأي نوع من التهديدات أو العنف السياسي أو لهذه المحاولات الخاصة بالاغتيال. هذه المحاولات التي تزيد من الزخم السياسي أو هذا الخطاب الذي يؤدي إلى تحفيز الناس إلى القيام بهذه الاغتيالات، هذا أمر ليس جديدا، لقد كان لدينا رؤساء قد اغتيلوا من قبل. انظروا إلى إبراهام لينكولن وجون كينيدي، هذا يحدث من حين إلى آخر على بر التاريخ، ولكن في نفس الوقت إن مستوى الحماية والتعقيدات والإجراءات الخاصة بهذا الأمر لابد أن تكون في أقصى درجات الاهتمام وتكون ضرورة بالغة لأولئك الناس الذين يسعون لقيادة البلاد. أخيرا سيد دان، ولو تكلمنا عن الحملة يعني حملة كل من كامالا هاريس ودونالد ترامب، فقد اهتموا الاثنين بالجيل زد أو جينيريشن زي جين زي في من خلال حملتهم الانتخابية، ويسلطون الضوء كثيرا من الكلام عليهم، ويعني فليكن في العلم أنهم يشكلون 30 مليون مواطن أمريكي. برأيك اهتمام المرشحين بهذا الجيل؟ ما يهمنا هنا هو تلك الحقيقة، أن هذه محاولة الاغتيال سوف تحول هذه المناقشات، والأمر الأهم هنا هو بينما نحن نتحدث عن المحاولات الاغتيال لن نتحدث عن الاقتصاد أو عن نشاط الشباب اليوم. يوجد العديد من الأمور الهامة أكثر من محاولات الاغتيال، مشاكل مثل أسعار
أن فقط اليومية تهم كل الأجيال، ليس فقط الأجيال الصغيرة، هناك العديد من المعلومات حولنا هنا لابد أن تحظى بنفس الاهتمام. إن بلدنا تعاني من الكثير من المشاكل، ولذلك فإن من المهم للمرشحين أن يتحدثوا عن هذه المشاكل، ولكن هذه التشتتات التي تنتشر الآن بسبب هذه العمليات السياسية والذي العنف السياسي يحول الاهتمام عن هذه القضايا الهامة. بالتأكيد سنتابع دائما كل جديد يحدث في الانتخابات الأمريكية. شكرا جزيلا لك من واشنطن دان ريني، الكاتب والباحث السياسي. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بواقع 180 ألف جندي، ليصل العدد الإجمالي للقوات الروسية إلى 1.5 مليون جندي. أفادت وسائل إعلام روسية بأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ باعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل، موضحة أنه يأتي في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأكثر من 2.5 العام. دعت أوكرانيا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في كورساكا الروسية. أشار وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيها إلى أنه أصدر تعليمات للخارجية بدعوة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر رسميا للانضمام إلى الجهود الإنسانية في منطقة كورساك، ومؤكدا استعداد كييف لتسهيل عملها وإثبات التزامها بالقانون الإنساني الدولي. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في كلمته خلال المؤتمر العام للوكالة في فيينا إن الوضع في كورسك في غاية الخطورة. وأضاف غروسي أن الوكالة أرسلت 23 فريقا من الخبراء إلى محطة زابوريتشيا، وذلك لإبلاغ المجتمع الدولي بما يجري بها. The IAEA has been present at the Zaporizhia nuclear power plant. لقد أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 23 فريقا من الخبراء إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية للمساهمة وإبلاغ المجتمع الدولي بما يجري داخلها. وقمت بزيارة محطة كورسك النووية قبل بضعة أيام فقط، حيث كان الوضع بها خطيرا للغاية. وانطلاقا من أن المحطة للطاقة النووية السلمية فلا ينبغي أن تتعرض للهجوم تحت أي ظرف من الظروف بغض النظر عن المكان الذي توجد فيه. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية مع السعودية إلى آفاق أوسع. وخلال لقاء موسع مع كبار المستثمرين السعوديين، أوضح مدبولي أنه جار الانتهاء من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، وستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. ما كنت دايما بسمعه من حضراتكم إن إحنا محتاجين خطوة مهمة جدا تضمن الاستقرار والثبات فيما يخص ضمان حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأيضا عشان كده كان جهدنا المشترك لإنهاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، واللي هو الحمد لله النهاردة نقدر نقول إن إحنا انتهينا منها وبنضع الرتوش الأخيرة. وبناء على هذا الكلام يعني إن شاء الله أتمنى أن احنا هناخد بقى الإجراءات من الجانبين، الإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة، بحيث نستهدف بإذن الله أن تكون هذه الاتفاقية المفعلة في خلال الشهرين ثلاثة القادمين على الأكثر. كشف متعاملون لوكالة رويترز أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أدى إلى انخفاض الأسواق المالية الإسرائيلية. انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بنحو 1.5%، كما تراجع الشيكل إلى 0.8% إلى 3
1.74 مقابل الدولار. تباطأ نمو الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالنسبة المعلنة سابقا في البيانات الأولية مع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة. ووفقا للمكتب المركزي للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مقابل تقديرات سابقة لنمو بنسبة 1.2%. أوضح مكتب الإحصاء المركزي أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني أكثر مما كان متوقعا وسط حرب موسعة. أعلنت الحكومة البريطانية السماح بمبيعات بعض السيارات الهجينة الجديدة حتى عام 2035، مع تأكيدها أن هذا التعديل لا يمثل تراجعاً عن تعهدها السابق بحظر سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2030. يأتي ذلك بعد ضغوط شديدة مارستها شركات صناعة السيارات في ظل تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية، ما أجبرهم على خفض الأسعار وأضر بالأرباح. كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية ارتفاع صادرات الحبوب في الموسم الجاري إلى 8,700,000 طن مقابل 5,900,000 طن في نفس الفترة من الموسم الماضي. في غضون ذلك، اتفقت الحكومة الأوكرانية مع جمعيات المزارعين على تقليل صادرات القمح خلال الموسم الجاري إلى 16,200,000 طن. وصل الين إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام في وقت يتوقع فيه المتعاملون أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بخفض كبير للفائدة. هبط الدولار بنسبة 0.47% مسجلا 140.15 ين، وهي مستويات لم يشهدها منذ يوليو العام الماضي. اتسمت التداولات الآسيوية بالبطء بتأثير من عطلات في أسواق اليابان والصين وكوريا الجنوبية. ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما وازن تعطل قدر من الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة التأثير الناجم عن مخاوف الطلب المستمر إثر صدور بيانات صينية جديدة. يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب المستثمرون قرارا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط. نشرة السادسة من القاهرة الإخبارية انتهت، ولم يتبقى فيها سوى تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مع وصول المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب، مصادر إسرائيلية ترجح تراجع فرص التسوية على الجبهة الشمالية. وأمام مجلس الأمن، المنسقة الإنسانية تتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة. في تعليقه على محاولة اغتيال ترامب الثانية، بايدن يؤكد أن جهاز الخدمة السرية بحاجة إلى مزيد من الدعم. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا لختام نشرة السادسة، ودائما تابعونا على شاشة قناة القاهرة الإخبارية لكل ما يحدث حول العالم. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لك منى، شكرا نهى، وشكرا للأستاذ المشاهدين.